شاب يزور والده في المستشفى كل يوم ويغلق باب الغرفة لمدة ساعة ولم ينتبه إلى كاميرا المراقبة. ولكن قبل أن نبدأ أدعوكم لعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد من قناة لولو 7. لننطلق. البر بالوالدين من أفضل القيم التي حثنا عليه ديننا، فلقد أمر الله تعالى المسلمين أن يحسنوا إلى آبائهم حتى ولو كانوا مشركين، ما لم يتعارض هذا الإحساس مع توحيد الله تعالى وعبادته على الوجه الذي أمرنا به. وهناك قصة لشاب مسلم أصيب والده بغيبوبة وفقد الوعي وأصبح نصف حي ونصف ميت. ولقد لاحظت الرعاية في المستشفى أن هذا الشاب فور زيارته لأبيه فإنه يغلق عليه الغرفة، نعم يغلق عليه الغرفة لساعة كاملة هو وأبوه. فأراد العاملون أن يعرفون ما الفعل الذي يقوم به هذا الشاب عند دخول غرفة أبيه وإغلاقها عليه. وعندما وضعوا الكاميرات وجدوا أن الشاب يقوم على فعل الحاجات الأساسية للأب، فهو يقوم بصب الماء على جسده وفرك جسده وتنظيفه وتطيبه، كما إنه يقرأ القرآن ويدعوه إلى جواره ويضمه كثيرا. فسبحان الله من جعل الرحمة في قلوبنا، اللهم لا تنزعها منا وارزقنا حسن القول والعمل. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ليصل الفيديو إلى الجميع.